السلام عليكم. دلوقتي عايزين نشوف بعض الأمثلة على شغل الاستراكشر. فنفترض إن إحنا عندنا زي وير هاوس، فهقول له إن أنا عايز أرسم الجريد بتاعي اهوت. كوبي، أو ممكن نقول له إحنا عايزينه مثلا 5 أو 7 أهوت، من هنا لهنا اتعمله بالشكل دوت. وبعد كده ممكن أقول له جريد تاني وخلي ده إيه، بالشكل دوت. وبعد كده هقول له انا عايز احط كولوم، ويخليني نقول له الهاي بتاعنا هنا في ليفل 1، وعايز ارسم لحد ليفل 2. طيب وبعد كده ممكن اجي اقول له ان انا عايز اعمل بيم، وأقول له البيم بقى من هنا لهنا، وفي بيم تانية من هنا لهنا، ودي في ليفل 2. في ليفل 2 مظهرتش لأنها في ليفل 2، خليها ندخل بقى في ليفل 2. طيب انت لو عملت سيلكت على دوت ممكن تكتب مثلا ان ده ارتفاعه متر مثلا، ونفس الكلام الناحية التانية. طيب خلينا نرسم سيكشن عشان نخليهم الاتنين في نفس المكان. اوكي جو تو فيو. طيب دي اسحبها كده شوية، ودي برضه اسحبها كده شوية، وخلينا نرسم reference plan هنا. وبعد كده في امر في modify اسمه cut، نعلم على البيم وبعد كده على الريفرنس بلان، فهم كده بقوا زي بعض بالظبط. طيب عايزين نعمل كونكشن بين ده ودوت، فهروح للستيل واروح لكونكشن، هلاقي كونكشن فاضية مفيهاش حاجة خالص. طيب لو أنا عايز أخليها تظهر هدوس على السهم اللي مايل دوت، وأبدأ بقى أختار الحاجات اللي أنا عايزها. طيب ممكن بقى إيه أقول له إن أنا عايز أعمل كونكشن، كل ما بتقف على واحدة بيبدأ يوريك الصورة بتاعتها، فبتدوس كنترول وتروح معلم على الاتنين، فيبدأ يعملها لك بالشكل دوت. هتقول له فاين يظهر بالشكل دوت، هتقول له شيدت عشان يظهر معاك بالشكل ده. طبعا في أي لحظة ممكن تدوس هنا ومن هنا بتقلب، مش تظهر فرق كبير هنا تمام، بس ممكن لما نحط واحدة هنا مختلفة شوية هتبدأ تظهر معاك. طيب هقول له بقى كونكشن برضو، وابدأ اشوف حاجة تكون مناسبة لي اللي في الجنب ديت، يعني حاجة عمود مع بي. طيب لو جيت هنا وقلت له انا عايز اعكس هيبدأ يكسرك بالشكل دوت. نقدر نضيف بعد كده الايزوليت، نعمل زي قاعدة
بالشكل دوت. وبعد كده ممكن بقى نغير المقاس بتاعها لو انت حابب تدخل هنا ايديت تايب وتشوف المقاس المناسب ليك، تعمل دوبليكيت تصغر حسب الحسابات بتاعتك. ممكن نجي كده كوبي وابدأ سكرين. وبعد كده ممكن اقول له انا عايز ارسم بيم في ليفل 2 وابدا ارسم من هنا لهنا. وبرضو ممكن نرسم من هنا ليفل 2 هقول له ده خليه 1000 وده 1000. بالشكل ده دلوقتي انا عايز ابدا ارسم بقى البيم سيستم بتاعي. فاول حاجه اعملها ان انا هبدا ارسم على الجزء دوت. هاجي كده واقول له سيت واقول له بيك ابلان وراح مختار الجزء اللي فوق دوت. اول ما تقول له شو هتبدا يظهر معاك بالشكل دوت. فهروح اقول له انا عايز اعمل بيم سيستم، المسافه اللي بينهم قول مثلا 600 تمام. هنا ممكن نشوف مقاس يكون صغير شويه ونقدر نعدل فيه بعد كده مفيش مشكله اهو. يبدأ يظهر معايا بالشكل دوت. ممكن تعمل سيلكت عليهم وتبدأ تشوف التوب بتقول لا ده انا عايزها من البوتوم. سيلكت اول انستنس تبدأ بقى تشوف التوصيلات بتاعتك وايه الحاجات اللي انت عايزها. ونقدر بعد كده نعمل سيلكت على السيستم كله اهوت ونقول له ميرور. طيب خلينا الاول نرجع دي للليفل 1 اوكي. ميرور يبدأ يكسلك بالشكل دوت. طبعا تقدر تعدل في كلها بالشكل دوت، تدخل تأديت وتغير السايز لسايز أصغر لو أنت حابب. طيب عايزين نبدأ نحط التوصيلة هنا فأقول له كونكشن وهبدأ أشوف بقى الفيزيبيليت. ابدأ بهم كده اهوت
وفي أي لحظة عايز تعدل أي خاصية من الخصائص تقدر تعمل سيلكت وتدخل في التعديلات بتاعتها.